مساء الخير ازاي؟ السلام عليكم. I think we waited too long. Maybe we were hoping for the second half to get the result, but when you look back, it means it's a game that you could have taken in the first half because you never know what's happening in the second half. انتظرنا كتير عشان نخلص الماتش، يعني كان ممكن نخلصه من الشوط الاولاني، انتظرنا الشوط الثاني عشان نخلص الماتش ما خلصناهوش. ما تيجي تبص على المباراه بشكل عام تحس ان كان ممكن نخلص الماتش في الشوط الاولاني مش الثاني، ما انتظرش اخر دقيقه عشان نحاول نسجل. In the second half we could not get the goal we wanted. والشوط الثاني ما جبناش الجون المرجو اللي احنا عايزين نسجله. Can it be too late? يمكن كان متاخر شويه ان احنا نفكر في التسجيل. But yeah. Good team we played against. لعبنا قدام فرقة كويسة. They play well from the back. بيلعبوا كويس، بيبنوا كويس من ورا. They build up very well. We know that they build up so nice from the back. بيبقى عارفين ان هم بيحضروا كويس ويبنوا كويس من ورا، وعارفين بيلعبوا كورة كورتهم كويسة. And we knew that we're gonna get one or two chances. كنا جات لها فرصة أو اتنين، كفو نستغلهم. Take the ball from the back when they build up. كنا عرفنا نقطع قطعنا وكان ممكن نخطف. Because they are brave, they take a lot of risk. هما فرقه كويسه، بتلعب كوره كويسه وبياخدوش مخاطره كتير. And we got the first one in the I think first second minute or third minute second minute when we stole the ball and Sharif did not take the chance. It took too long before he could finish the chance. That was the chance. وعرفنا خطفنا في اول خمس دقائق لما شريف قطع الكوره وخد وقت طويل عشان يخلص الهجمه، ويمكن هي دي الفرصه كان ممكن تخلص الماتش في الدقائق الاولى من المباراه. And the game would have been different. بعد كده الماتش اختلف تماما طبعا. But the goalkeeper was very good. حارس المرمى بتاعهم عمل ماتش كويس جدا، اعتقد هو رجل المباراه النهارده. يعني صد كان ليه تصديات كبيره في الماتش النهارده، كانت تصديات كويسه. We were passing a second later. كان عندنا برضه في الثلث الاخير كان عندنا تردد في النقله الاخيره، في اللمسه الاخيره ما كناش عاملينها بشكل جيد بالشكل ما. يعني كان قبل الشوط الاول ما يخلص كان في تلاقي فرصتين من ناحيه الشمال وما خدناش القرار الصح عشان نخلصه. يعني المفروض لازم تتقبل، لكن التقدم لازم تتقبله، لازم نكمل على طول طبعا. جات لها فرص كتير، وكابتن الشناوي برضه تصدى لكوره، الفرصه كانت ليهم كان ممكن يسجلوا منها. وده يعني ده شكل الماتش، ده هو تحليل المباراه. اتفضل يا فندم. الصف الاولاني عشان صف الاولاني يا استاذ، يا استاذ عايزين نعرف ايه السبب. بيتكلم حقيقي يا فندم. بقول احترم الكلام اللي انا بقول احترم. مش انت اللي هتقول احترم. معلش يا فندم، معلش يا فندم، معلش. حصل خير، معلش. وبالاحترام انا بقول لك الصف الاولاني. معلش يا فندم، معلش بعد اذنك. هو بيدير المؤتمر. معلش 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 يا فندم، معلش. الموضوع مش معلش. معلش. ايوه احترم الدور. لا مش انت اللي هتعلمني. يا فندم معلش، يا فندم معلش. معلش يا حبيبي المؤتمر، معلش. معلش. طب معلش. اوكي حضرتك هتسال بقى. معلش يا فندم اتفضل. يو جيت ذا نيكست وان. ام هير. حضرتك هتسال تاني. هو قاعد هو بيتصل. معلش. معلش هو اكبر حضرتك في السن. معلش. اوكي زي والدك. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. A good year for the football and Ahly Club in special. So we made a big pass and made a gap between the midfield and the offensive part. And sometimes the players were not focused 100%, especially the final race, the offensive and the front. And because of that, you didn't make a good result for the game. You were bad for that. هل النهارده الغيابات هي سر الازمه؟ Do you think was it the absence of that or
look الاهلي بمعنى كنا متعودين الاهلي بمعنى yeah because usually any players can play can yeah, but can we the last thing we want to make is to give an excuse why we did not win. The last thing you want to do, we don't want to do that. طب هو برضه نقول السؤال عشان حد سمعه وبيقول ان احنا متعودين الاهلي بمنحدر النهارده. And we made also enough subs, so it was okay. We don't want excuse. We can't make excuse. Okay. Okay. Can you translate the question first? You and me, we, you know, if you have 11 important players out, it will never be the same. Never be the same. I mean, I think Ali is the only team that has been hit so hard by Corona by 7 players. But that should never be excused because we still have others to come and play. We are a big team, we need to play. And we played to win tonight, we tried to win. Just that we didn't need, we missed the chances. And we have a lot of injuries. We have 11 players out. طيب السؤال كان اللي هو احنا متعودين الاهلي بمنحدر النهارده لقينا الاهلي اوكي لان النهارده الاهلي ما اداش الاداء المرجو منه ما حققش النتيجه وكان في رهونه لحد تعبير حياتك في التقفل we changed the shape we played is too different because you saw how we played last time we played with Akram and Aloui and Andy and we had to put Walid to play as a 10 and he hasn't played for very long time and he come from Corona also طب هنجاوب على السؤال ايزي اند سموث اوكي طب هو اجابه السؤال هو بيقول لك انا ما بحبش انا مش من النوع اللي بحب ادور على اعذار اي 11 واحد في الملعب المفروض يكسبه طبعا ده بصرف النظر ان احنا عندنا 11 غيابات 11 بين مصابين وبين كورونا احنا اكتر فرقه اتاثرت بالكورونا اكتر فرقه فيها حالات ايجابيه كورونا بس ده برضو مش عذر بيقول طبعا التغيير ده بيغير من شكل اللعب الشيب اللي لعبنا بيه طريقه اللعب بقى كنا بنلعب زي ما حضرتك شفت الماتش اللي فات لعبنا 3 وسط ملعب 3 ديفندرات وسط ملعب كان ديانج واحمد وحمدي فتحي واكرم توفيق عشان حاله كورونا طريقه العب لعبنا كابتن وليد نمره 10 غير طريقه اللعب لعبنا بالطريقه الاولانيه 4 2 3 1 ده عشان خاطر يعني يأقلم نفسه على الوضع في ظل الغيابات لكن طبعا ده مش معناه ان بدور على اعذار المفروض اي حد But we still managed to put the team under pressure to try and score, and we did. بس احنا برضو لعبنا واعتقد قبلنا بيان حسن كان ممكن نكسب وكان في ضغط برضو على الفرقه حاول ضغطنا على اللعيبه عشان نسجل واعتقد كان في ضغط على الخصم لعبنا يعني اعتقد لعبنا كوره كويسه وكان ممكن نسجل كوره بين التسجيل برغم الغيابات وبرغم الحاجات اللي قال حياتك على الاعذار اللي قال حياتك عليها اوكي بس برضو في الاخر دي مش ده ما بعتوش عذر ده مش احنا ما بنجيش اعذار ما بندورش على اعذار ان احنا ليه ما كسبناش النهارده طب في سؤال تاني ولا خلاص؟ يور تشانس حبيبي اتفضل حضرتك اتفضل سؤالي بس كان في تعليقات لصلاح محسن كذا مره كان يجي لكم نعرف بس تعليق فني على الخط تاني؟ يعني when you was on the line you give a main comment to instructions to صلاح محسن what was the instruction you gave to صلاح محسن؟ He's a young player. طب احسن معلش can I finish؟ اتفضل You ask me a question let me finish. He needs support, he's a young player. He needs a lot of guidance. He's got a lot of he plays a lot with instinct. And Ali plays against a team that are sitting back. So you need a lot of intelligence to unlock, to open the defense. حضرتك بتقول له ايه التعليمات اللي كنت بتديها لصلاح محسن كنت بتتكلم معاه كتير خلال المباراه على الخط بيقول لك هو لعيب صغير محتاج توجيهات محتاج ازاي يعني يلعب مع الاهلي ازاي يتحرك هو النادي الاهلي بيلعب مع قدام فرقه بيقفلوا دايما ورا فمحتاجين نعرفه ازاي يقدر يفك طلاسم الدفاع اللي قدامه ازاي يقدر يخترق ويسجل يعني ازاي يتحرك المفروض نساعده لعيب صغير المفروض عنده قوه وعنده سرعات وعنده كل حاجه بس محتاج طبعا احنا نوجهه هو كان قال برضه قبل كده ان هو بيلعب بالغريزه اكتر صح معظم بيلعب بالغريزه اكتر لسه الموضوع الالتزام الخاطئ ما عندوش 100% فهو عايز يخش يبقى في النسيج المتماسك بتاع الفريق في الشكل المتماسك بتاع الفريق يدخل في الالتزام الخاطئ بتاع زمايله لما بينزله بيكون تغيير وبينزله بيعمل فارق بيلعب كويس جدا بس الوضع ده برغم يعني مساوئه بس كويس بيعرف ايه عنده ايه المتاح عنده في ظل غيابات اللاعبين الاساسيين بيعرف ايه المتاح
في ظل غياب ال 11 لعيب دول، بشوف لو هم دول مش موجودين ايه البدائل، ايه يعني ممكن يلعب ازاي، والموجودين ممكن يأدوا ازاي. Yes, we dropped two points. أينما احنا خسرنا نقطتين النهارده. But I learned about who I have and what can what we have in the back. بس انا عرفت اتعلمت وعرفت الصف الثاني عندي ايه، اللاعبين الثانيين اللي في غياب اللعيبه الاساسيين الموجودين بيلعبوا ازاي وبيعملوا ايه، ادائهم ازاي. اتفضل يا فندم. وسؤال بواليا بعد ما جه وقع الاهلي، يا ترى هنشوف الماتش الجاي ولا لا، ويا ترى لو لعب راس حربه نمره 9 هنشوف شريف هيقعد على الدكه ولا هيلعب وينج، يعني هيلعب يقعد احتياطي لبواليا ولا هيلعب وينج هيلعب في مركز ثاني. I'm sorry, be careful. It's increased the number of players that you have to register. It's increased the number of players. الكاف زود عدد اللاعبين اللي ممكن زودهم في القايمه بسبب طبعا وضع الكورونا. Because of corona. بسبب وضع الكورونا. So if we have 11 players out, don't you think it's always better to have enough players to, because you never know the match of CAF who will be out with corona. بيقول حياتك بريمو اوت او سمثينج. بيقول حياتك طبعا الكاف زود اللعيبه عشان خاطر وضع الكورونا، فطبعا دايما يبقى احسن يبقى عندك لعيبه في كل مركز زياده عن حاجتك، انت ما بتعرفش الماتش الجاي ايه، ممكن لا قدر الله يبقى في ثلاث لعيبه ثانيين كمان يا بوزيتيف ايجابي كورونا، فيبقى انت عندك بدائل، يبقى عندك الدكه بتاعتك قويه وعندك حد ممكن يحل. مع كل اختبار للكورونا بيقول يا ترى مين اللي هيطلع بره، بسال نفسي مين يا ترى اللي هيطلع بره. You need more players. You need Bola to come and help because anything can happen. محتاجين طبعا بولا يكون موجود ويساعد. For the next match, Sharif is positive. I'm just saying, no, he's not. بيقول يعني ممكن الماتش الجاي لا قدر الله، لا قدر الله يعني ان محمد شريف لا قدر الله ايجابي، هيبقى عندي بواليا موجود بيساعد، فوجوده هيساعدنا كبدائل في حاله لو في حالات ايجابيه. It's always better to have more and let me have that problem when everybody is around, but not have a problem not to have players available. افضل يبقى عندي لعيبه زياده وافكر هلاعب مين عن يكون عندي نقص في اللاعبين وما بلاقيش لعيبه اكمل بيها السكواد. I'm asking myself what's happening to us at Ali, where are we going, why is this virus going to us, or we go, but anyway the virus doesn't move, we go to it anyway. بسال نفسي ايه الموضوع، موضوع الفيروس معانا ايه، الحالات اللي بتجي لنا كتير ده الحين لفين. Another team can go like this and lose players like this and see what will be the lineup. شوف اي فرقه ثانيه لو لا قدر الله حصل لها برضه اللي حصل لنا وحصل غيابات بسبب الكورونا، شوف هيلعبوا ازاي، هيكمل تشكيله ازاي، هيلعب اللاعبين الاساسيين ازاي. محتاجين لعيبه، هو بيجاوب على حياتك بيقول لك محتاجين بواليا زي يعني مش حكايه حد مكان حد، محتاجين يكون عندنا لعيبه كويسه على الدكه عشان لو لا قدر الله في حالات ايجابيه. ممكن يلعبوا جنب بعض مع بعض. ممكن يلعبوا عكس بعض. شريف اولويز بلايز اون ذا سايد. لان شريف عاده كان بيلعب دايما على الطرف زي ما حضرتك عارف. هنا لعبوا شوط كامل، الشوط الثاني لعبوا على الطرف، كان بيلعب دايما تسعه على الطرف. مش عندي مشكله ان يكونوا هما اثنين متاحين عندي. احسن من الوضع اللي كان موجود النهارده زي ما شريف ما كانش عارفين نكمل. Last question. Welcome and hard luck for the. During the game, lose to say that you modify your plan and your tactic during the game, defenders accept and the position of the players during the game. It's happening during the game of Al-Ittihad and it's happening today. Yeah, again, it's change what? The tactics. Tactics and players, the position of the players. Yeah. Mm. I know maybe because of absence, because of many absence. That's my question. Are you satisfied about the substitute? No, substitute of the intervention. Fadl Fan, Fadl Fan. Especially that some position like they right back today with the absence of Mohamed Haini. On the number 10, Afsha, we don't have any substitute at the same level.
see if they have some. This is absolutely an important game in the African Cup of Nations, during the African competitions. The substitutes is some same level like. And substitutes are enough to help the team to win, or you need. No, but this is not. طب السؤال بسرعه ترجم اترسيت السؤال حضرتك قلت ان هو في النهارده شفنا في ظل غياب لاعبين عشان الكورونا الموجودين ما بيدوش نفس المردود ان يعني محمد هاني غيابه الناحيه بتاعته مش بنفس الاداء ومركز نمره 10 مكان قفشه برده المردود مش زي ما متوقع يا ترى انت شايف ان دول كافيين ممكن لو قدر الله حصل حالات زي كده ايجابيه تاني ممكن تكسب ماتشات مهمه في بطوله افريقيا ولا محتاج في ظل الاسماء الموجوده على مقعد Especially with the players. Many players we don't have a good performance in the game today. Many Do you need some extra players? No, we. I mean, if I get 11 players back, do I still need more players? لو رجعوا لي 11 لعيب بتوعي اللي هم المصابين اللي غايبين بين بين كورونا خلاص الفريق هيبقى كويس مش محتاج ادعم. We know that bad. You know, Ryan came on, he tried his best. He's just okay. He didn't get a nice head at the back. هو مش متفق مع حكايه الاحتياطي مش نفس المستوى الاساسي يعني ياسر ريان نزل وعمل فارق ولعب كره بهيد كويس عمل الفليت بول دي لعبها كويس يعني شايف ان هو كان اليوم مردود ايجابي لما لعبوا كانوا موجودين كانوا كويسين. We have always been having substitutes even in the last match when we won here. They were very good. So It's okay. It's one of those games. We must accept and move on that we drew tonight. هو بيحب دايما سياسه التدوير حتى الماتش اللي فات ادى فرصه للعيبه ما كانتش بتلعب واعتقد ادت مردود كويس هو طبيعي لازم نقبل ده جزء من كره القدم خلاص المفروض نكمل بعد التعادل بتاع النهارده. We should look at the game why we did not win because we did not take the chances we had. We created the chances. We didn't score them. So win. Not because we have 11 players who are out. احنا خلقنا فرص ونشوف ليه احنا يعني المفروض ندرس ليه ما سجلناش الفرص اللي لاحت لنا احنا جات لها فرص ما سجلناش عشان كده ما كسبناش مش عشان خطوط 11 مش موجودين واللعيبه الموجودين مش بنفس المستوى اللعيبه الموجودين كانوا كويسين وكان مردودهم كويس بس خلقنا فرص وفرص ما ترجمناهاش المفروض نشتغل على ده نعالج الاخطاء اللي حصلت عشان ما تتكررش تاني. بدا يا ربنا ان الفيروس يعني في حلقه لي شويه مش حياتي ان شاء الله ويجي باك ان شاء الله يرجع تاني ميرسي شكرا شكرا جايز شكرا فيري جود واضح ان مستر